يا حبي لك. إمارات في الصحراء، يا سلام، عاشت في شتات، ولكن بأمر من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل من الزايد زايد تمت اللحمة والوحدة والاتحاد، ثم انطلقت من قمة الشتات إلى قمة الإبداع والفن والإتقان والاتحاد. هذه هي الإمارات العربية المتحدة. الإمارات اليوم تعيش قمة الازدهار اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. يا هل الإمارات، قولوا لبيه. لبيه. أنتم عز من جاور الأرض السعودية. الله يطول. هذا اللي